إذن بشأن تطورات الوضع في أوكرانيا التي انعكست على المشهد الاقتصادي في العالم ولا سيما أسعار النفط، لتحليل تأثيرات ما يحصل في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي معنا هاتفيا من مدينة إسطنبول أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر دكتور أحمد ذكر الله. مرحبا بك دكتور أحمد. إذن على أثر بدء هذه العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا ازدادت أسعار النفط لتبلغ حتى الآن يعني تقريبا من 104 إلى 105 دولارات للبرميل. هذا الازدياد في أسعار النفط كيف سيؤثر على الاقتصاد أو في الاقتصاد العالمي الذي يحركه طبعا النفط؟ تحياتي لحضرتك ولقصة النشرة وللسادة المشاهدين. أهلا بك. بالطبع هذا زلزال كبير يحدث اليوم في العالم، الغزو الروسي لأوكرانيا، ونستطيع القول أن أوروبا اليوم ليست كأوروبا أمس، والاقتصاد العالمي اليوم ليس كاقتصاد أمس. الكل سيمنى بخسائر كبيرة وفادحة للغاية، ليس فقط في النطاق الجغرافي للحرب الدائرة الآن ولا حتى فقط في النطاق الأوروبي، ولكن مجمل الخسائر ستعود على الأوضاع العالمية. وكما تفضلت حضرتك منذ قليل، فإن بداية الخسائر كانت ارتفاع أسعار النفط ليجاوز حوالي 104 إلى 105 دولار للبرميل من خام برنت، وهذا أعلى سعر لهم منذ عام 2014. وبالتالي هذا هذه الزيادة الكبيرة في أسعار النفط تبعتها زيادة أيضا في أسعار الغاز الطبيعي. ومهما كانت الاحتياطيات الموجودة في دول العالم المختلفة، فإنه ولا شك سيؤثر هذا سلبيا على مقدار الاحتياطيات، مقدار الإمدادات وغير ذلك من الأمور. كلنا نعرف أن النفط هو مكون رئيسي للسلع المختلفة، كل السلع الاستهلاكية والترفيهية وغيرها، وبالتالي فإن من المتوقع خلال الفترة القادمة حدوث قفزة في الأسعار، لا سيما أن العالم أصلا في الأساس منذ بداية كورونا وانحسارها خلال العام الماضي شهد ارتفاعا كبيرا للغاية في المستوى العام للأسعار. هذا الارتفاع الكبير أثر على كل الدول العالم، نشاهده في دولنا العربية وغير ذلك. التأثير الأكبر السلبي الأكبر في الموضوع الاقتصادي سيكون على الدول المستوردة، سواء المستوردة للنفط أو المستوردة للسلع الغذائية الرئيسية. كلنا نعرف أن روسيا وأوكرانيا من أكبر دول العالم المصدرة للسلع الغذائية الرئيسية، الذرة والقمح وغيرها للسيود النباتية والسيود الطبيعية، كل ذلك سيتأثر أسعاره بشدة خلال الفترة القادمة. والغريب أيضا أن روسيا هي ثاني أكبر منتج للعالم للبوتاس، والبوتاس هو مادة رئيسية في صناعة الأسمدة الطبيعية، الأسمدة التي تستخدم في الزراعات المختلفة، وبالتالي فإن هذا أيضا سيكون تأثيرا سلبيا كبيرا. هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار المحصولات الزراعية المختلفة، وهناك أيضا ارتفاع في أسعار الأسمدة، ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأسمدة التي وصلت حدود غير مسبوقة في الارتفاع خلال الفترة القادمة. وبالتالي يمكن القول أنه على مستوى الأسعار الغذائية يمكن التنبؤ بأن هناك ارتفاعات قادمة في الطريق، خاصة مع نوع من أنواع الاضطراب الحاد في بورصات الأسواق المالية العالمية. صحيح. مش لا يتوقف على بورصة روسيا فقط ولا أوكرانيا، ولكن حتى البورصات الأوروبية شهدت اليوم انخفاضا بما يعادل من 3 إلى 4%. تتأثر بالتأكيد، ويعني هذه الأزمة أيضا تأتي والعالم لم يتعافى بعد من أزمة كورونا وتبعاتها. أمس أيضا قرر المستشار الألماني إيقاف تصاريح نورد ستريم 2. يعني هل ترى في كل ما يحدث أيضا وخصوصا في هذا الإجراء الألماني، هل ترى فيه ورقة ضغط على روسيا بعد زيادة أسعار الغاز أيضا كما تفضلتم هذا اليوم؟ يعني نورد ستريم 2 يعني هو كان مخطط له أن يورد حوالي 55 مليار متر مكعب من الغاز أخرى من الغاز لألمانيا. من المعروف أن روسيا تمد أوروبا بالكامل بحوالي 40% من احتياجاتها من الغاز، ولكن أوروبا الآن لديها وفرة ما في الاحتياطيات الغاز الطبيعي، ليما أن الشتاء هذا العام كان أقل برودة من العام السابق. وبالتالي يمكن القول أن هناك أن نورد ستريم 2 كان مناورة أكثر منها موضوع حقيقة على الأرض، لأنه في الحقيقة أن هذا الخط
كان متوقف شبه متوقف لاسباب اداريه وتعقيدات خاصه بالاتحاد الاوروبي وليست خاصه بروسيا خلال 6 أشهر الماضيه، وبالتالي فان المانيا من وجهه نظري لم تقدم ورقه جديده، وانما هي مناوره من عده مناورات يمكن اقراؤها على في الاطار الدبلوماسي في الاطار الاقتصادي. وقبل ما قيل من تصريحات اليوم ان هناك اعمالا عسكريه اوروبيه قد تتجه نحو روسيا او الى شرق اوروبا خلال الفتره القادمه، اعتقد ان هناك تواليا كبيرا في الاخبار التي تحدث منذ اليوم وفي خلال الغزو الروسي لاوكرانيا. طيب دكتور احمد، في سؤال اخير وباختصار لو سمحتم، بقراءه الفرص من هذه المحن، ما المكاسب التي يمكن ان تحصلها الدول العربيه المصدره للغاز والنفط كالسعودية، قطر، الجزائر وحتى العراق؟ يعني أيضا ذكرتم أن هذه الدول أيضا هي مستهلكة وستتأثر من جراء استهلاك السلع الضرورية الغذائية، فما تأثير ذلك؟ بالطبع هذه الدول كلها المصدرة العربية المصدرة للنفط كانت تعاني من انخفاض أسعار البترول جراء أزمة كورونا خلال الفترة الماضية، وبالتالي إن أي انتعاش في أسعار البترول لا سيما هذه الزيادات الكبيرة بعد الغزو الروسي سيؤدي إلى انتعاش في هذه الدول السحب. تفضل. نعم دكتور تفضل اكمل عفوا باختصار. السحب من مخزونات من المخزونات او الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الاساسيه زي القمح والذره والزيوت الطبيعيه والنباتيه وغيرها، كل هذا انا في وجهه نظري لن يؤثر كثيرا لان هناك احتياطيات يمكن ان تستبدل الدول العربيه روسيا واوكرانيا بدول اخرى، هناك رومانيا، هناك فرنسا، هناك دول اخرى لديها احتياطيات كافيه يمكن اللجوء اليها. الزياده في اسعار هذه السلع الرئيسيه يمكن ان تاخذ نسبه وليست كل المكاسب التي تحصل عليها الدول الخليجيه ودول النفط من جراء ارتفاع اسعار البترول، وبالتالي انا ارى في هذه الدول مكسبا كبيرا من جراء ارتفاع اسعار البترول، ولكن المشكله ستكون على الجانب الاخر في تلك الدول المستورده بصوره رئيسيه للسلع الاساسيه الغذائيه وايضا مستورده للطاقه. شكرا جزيلا لكم الاستاذ الاقتصاد بجامعه الازهر دكتور احمد ذكر الله.